شكرا جدور، وايضا شكرا الكنترول. ايضا بنشكر الشاعر حافظ ابو الكالك من خلال ديوان كورتي، معركة كورتي فخر الشايقية، وده دليل على انه يعني الشعراء عندهم ادوار كبيرة تجاه التوثيق للتاريخ السوداني. فقرتنا الاولى كانت عن العملاق العبقري الراحل علي المساح، وشفنا ديوان حافظ ابو الكالك فيما يخص التوثيق للتاريخ السوداني من خلال تدشين الديوان بمركز شباب أم درمان. اليوم كله ماشي في اتجاه الشعر وأيضا وأهميته ودلالاته العميقة والتوثيق من خلال الشعر. الفقرة القادمة متابعينا لوحة شرف عن شاعر كبير عملاق فذ بحب من قلبه لا خايف ولا ناكر، بلا شك محمد علي أبو قطاطي يزين هذا المساء من خلال لوحة الشرف. يعني بنفرح وبنسعد بأنه محمد علي أبو قطاطي يكون حضور من خلال هذه الحلقة، من خلال الرصيد الكبير العاطفي والوطني وأيضا التنوع في التعامل مع المغنيين وكبار المغنيين. دعونا نزور الكنترول ونتابع لوحة الشرف. أنا بحب اليوم، بحب أكل، بحب من قلبي لا خايف ولا ناكر، بحب الناس تكون في سرور وتبسيم يشرح الخاطر، والأطفال بحب ألقاها في عيون الفرح ظاهر، وأسراب العصافير في نغم منساب ومتواتر، وحبات الرزاز تنزل من الغيمر الندي الماطر. محمد علي أبو قطاطي شاعر القرية والريف، ولد في العام 1931 في قرية العجاج الجمعية، وفي الرابعة من عمره أدخله والده الخلوة، وفيها تعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ آيات القرآن. وبعدها انتقلت الأسرة إلى الجزيرة سلانج للإقامة فيها، وفيها التحق أيضا بالخلوة وأمضى فيها 6 سنوات، حيث عرف عنه عصاميته في التعليم، إذ لم يزد تعليمه المنتظم أكثر من مستوى الخلاوة، فقام بتعليم نفسه بنفسه وتثقيف ذاته، وكتب وهو في صغره كتابا عن أصول وقواعد وبلاغة اللغة العربية، وقرأ الكثير من أعمال الشعراء والأدباء العرب، كتابة الشعر منذ العام 1950، وكانت أعماله آنذاك مقتصرة على قصائد وطنية كان يقدمها في الندوات السياسية ولأهله وأصدقائه. وكان لقاؤه بالشاعر السوداني عمر البنا بمثابة نقطة تحول بالنسبة إليه، والذي يعتبره أبو قطاطي المكتشف الأول لشاعريته، حيث قدمه إلى بعض كبار الشعراء، ومن ثم اتجه أبو قطاطي نحو الشعر الغنائي، ومن أوائل من غنى له المطربة السودانية الرحمة مكي، والفنانة فاطمة الحاج، والفنانة مهلة العبادي. تم أبو قطاطي في ترقية الغناء السوداني بكلماته منذ بداية الخمسينيات، وكتب قصائد غنائية نالت إعجاب الجمهور السوداني، ومن أبرزها أغنية الأمان العذبة التي تغنى بها الفنان خليل إسماعيل، ونبع الحنان للفنان زيدان إبراهيم، وقد تغنى عدد كبير من المغنيين السودانيين بقصائده منذ خمسينيات القرن الماضي، مثل بابكر حمد، علي أبو الجود، حسن بدير، أولاد شنبات، عثمان الشفيع، عائشة الفلاتية، فاطمة الحاج، منى الخير، محمد وردي، صلاح بن البادية، والثنائي الغنائي مرغن المأمون وأحمد حسن جمعة وغيره. نظم أبو قطاطي الشعر الغنائي باللهجة السودانية العامية، ويمتاز شعره بالبساطة في مفردات قصائده وقوة مضامينها وعمقها وتعدد جوانبها الجمالية من بلاغة وبيان. نحن من الفخار يكفينا لابسين الفضائل زينة، نحن برانا بالحاصل نوري الفينا، نحكي نبانا للدائرنا والمابينا،
نحن حقيقة أصلاً نخوة من تبينا في العز والفخار ولدونا وتربينا. الناس والزمن عارف الصفات الفينا، سكان القبور تشهد شرف ماضينا، وافين للزمة صادقين، نفوسنا أمينة، صبارين على المنة اللي له بيجينا. فكان أبو قطاطي فارس الشعر الوطني والعاطفي والحماسي، وتنوعت الموضوعات التي عالجها في شعره، فقد كتب عن التضحية من أجل الوطن، وعن جمال المرأة وسماحة البادية وإنسانها البسيط وخصاله الحميدة من كرم وجود ومروءة.